طبعا لسه كلامنا مستمر عن مهرجان العالمين والفعاليات اللي كانت موجوده فيه. دلوقتي خلينا نروح نشوف اراء الفنانين في مهرجان العالمين والاجواء كمان اللي كانت موجوده في مدينه العالمين الجديده اثناء فعاليات المهرجان. أجمل حاجة في مهرجان الدراما الدورة الثانية إنه هو معمول في مدينة العالمين. أجمل حاجة في المهرجان بقى مدينة العالمين الجديدة. شيء رائع، والواحد ما كانش متخيل بالروعة دي حقيقة. يعني المكان عالمي ومكان نفخر بيه، وحلوة قوي الفكرة إن احنا نعمل مهرجان هنا، وده شيء يعني شرفنا كلنا ان يبقى عندنا مدينه بالشكل ده. المكان يعني له بصمه وله سحر، وبيخلي المهرجان يعني بديع، وخصوصا ان هو في مكان غير تقليدي. رائعه رائعه وجميله ومبهجه وراقيه وشيك، ومدينه تشرف مصر وتشرف المصريين، والمصريين لازم يفرحوا ان عندهم انجازات بالحجم ده، وان هم قاموا بانشاء المدينه الجميله دي. وجود المهرجان بنجومه وكل الناس اللي موجوده فيه، يعني ده بيضوي على المدينه، بيوري قد ايه المدينه دي حلوه وناس كتير بتيجي وتشوفها. بلد تحفه، اجدد مدينه في مصر، معموله على اعلى طراز. شفت شياكه وجمال واحلى بحر، يعني واوتيلات تجنن، كل حاجه جميله بصراحه. مدينه العالمين الجديده مدينه على اعلى مستوى من السياحه، فده طبعا حاجه جميله جدا. انا كنت لسه بقول لهم انا اول مره اجي من اكتر من 7 سنين الساحل عامه، فاتفاجئت بصراحه بقى بالحاجات الناطحات السحاب الجميله دي والاوتيلات والمنظر. لا، في بقى في منطقه اسمها العالمين الجديده، انا اول مره اشوفها على الطبيعه، فانا مبسوطه قوي بصراحه بالاماكن الجميله اللي في مصر.